بالنور في وجوهنا النور. الله يوفقنا يا اخواني، تحقق يا اخواني ما قيل، والرجاء يا اخواني الان السنه يا اخواني ان نكبر، الامه كلها تسمع عن هذا الدين العظيم. كلمه التوحيد يا اخواني اعظم من الوعظ. لك يا شيخ شو هي المسلمين كثير، هذا فكرك انت. كان فكر رحمه النبي صلى الله عليه وسلم هدايه رجل واحد خير من الدنيا وما فيها. في الحديث ياتي النبي وليس معه احد، دعا دعوه كامله. هذا يا اخواني انقام على امر الله، رجل وزوجته اثنين اولاده، كم ذريته لقيام الساعه. فالله يوفقنا يا اخواني الان نطبق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونفرح نفرح بدخول الرجل في رحمه الله جل وعلا. تفضل يا محمد. هو الرجل الان يعني حتى ما بدنا نطيل القصه، هي طويله لكن انا اختصر. الله يوفقنا واياكم. طبعا عربي، احنا دائما نجيب نقول هذا الماني وهذا فرنسي، اخونا عربي من اهل هذه البلاد، فعن بين الاسم. لكن يا اخواني الان المقصد اللي يقال يدخل في رحمه الله. وانظروا يا اخواني لهذا الامر، الله يبين: او من كان ميتا قلب ميت في الظلام، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أنا سميتك أبو محمد على اسم النبي صلى الله عليه وسلم. أنت الآن بعقلك كامل ماش مكره ولا أي شيء، صحيح؟ طيب الآن ننطق هذه الكلمة، عيد من ورائي. نعم. أشهد أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا. وأشهد أن محمدا. عبده ورسوله. عبده ورسوله. وأشهد. وأشهد. أن. أن. عيسى. عيسى. عبد الله ورسوله. عبد الله ورسوله. آمنت بالله ربا. آمنت بالله ربا. وبالإسلام دينا. وبالإسلام دينا. وبمحمد صلى الله عليه وسلم. وبمحمد صلى الله عليه وسلم. نبيا ورسولا. نبيا ورسولا. أقر بديانة الإسلام. أقر بديانة الإسلام. معتقدا ودينا. معتقدا ودينا. وأتبرع. وأتبرع. من كل ديانة سابقة. من كل ديانة سابقة. اللهم يا مقلب القلوب. اللهم يا مقلب القلوب. ثبت قلبي على دينك. على الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.